الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه، وبعد. ففي هذا اللقاء الذي نستأنف به مجالس هذا العام الدراسي الجديد 1439 للهجرة، فإننا نستفتحه أولا بحمد الله سبحانه على نعمة توفيقه وهدايته وسائر ما أنعم به علينا سبحانه وتعالى، وهو أيضا موضع نتذكر فيه عظيم فضل الله علينا بأن فسح في الأجل ومد في العمر وزادنا من هذه العبادة العظيمة عبادة العلم وطلبه وتحصيله، وهو أيضا موضع يحسن بنا أن نتواصى به جميعا على تجديد النية وصدق العزيمة وعلو الهمة وشرف هذا الطريق الذي أكرمنا الله تعالى به. في الوقت ذاته فإنا نستأنف مجلسا جديدا بعد انتهائنا بفضل الله تعالى في العام الماضي من أحاديث الأربعين النووية وتتمتها الثمانية للإمام ابن رجب رحم الله الجميع، وسنستأنف مجلسا جديدا هذا العام سأتحدث وإياكم فيه إن شاء الله عما سيكون مشروعا لمجلسنا في نهاية هذا الدرس، غير أننا في هذا الدرس سنعيد شرح حديث من الأحاديث النووية ذكر الإخوة أنهم افتقدوه في التسجيل، فبقي هو وحده من بين دروس 50 حديثا في النووية وتتمتها لم يجدوه مسجلا عند أحد من الشباب، فطلبوا إعادته في هذا اللقاء لينضم إلى مجموعة تسجيلات شروح الأحاديث الأخر، فيتم به مجموع دروس في شرح 50 حديثا، ونستأنف الدرس القادم إن شاء الله درسنا الجديد. أما الحديث الناقص فهو حديث عائشة رضي الله عنها، خامس أحاديث النووية، الذي يقول فيه نبيكم صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وكما جرت العادة فإننا نتناول الحديث من شقين: أولهما الحديث عن لفظه ودلالته ومكانته، والثاني عن معناه وأحكامه المستنبطة منه. أما الحديث فقد قال فيه الحافظ ابن رجب: هو أصل من أصول الإسلام وأحد قواعده العظام، يقول: وهو في الشريعة ميزان للأعمال. هذا الحديث يقول هو ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة. فإذا عندنا حديثان هما ميزان للعبادة وعمل العبد في الإسلام، حديث هو ميزان للقلب والنية إنما الأعمال بالنيات، وحديث هو ميزان لما نفعل من الأعمال الظاهرة بالجوارح ونقول باللسان ونعمل من كل الأفعال والأقوال، وهو حديث من أحدث في أمرنا. هما الحديثان اللذان استخرج منهما العلماء شروط قبول العمل عند الله، أما قالوا الإخلاص والمتابعة، فالإخلاص مأخوذ من حديث إنما الأعمال بالنيات، والمتابعة مأخوذة من حديث من أحدث في أمرنا أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن وأيضا أحد الحديثين حق لله والثاني حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلتئم عندك هذان الحديثان من أكثر من وجه: الأول الميزان، هذا ميزان الباطن وهذا ميزان الظاهر، الثاني تعلقهما بحق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقوق كثيرة، حقوق الله عز وجل عظيمة وحقوق نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا عظيمة، لكن نتكلم على الحقوق التي تتعلق بي وبك عبد الله وبالعمل الذي يقبله الله. والجهة الثالثة هو شروط قبول العمل، ما يقبل الله مني ولا منك ولا من زيد ولا عبيد ولا من أي عبد في الدنيا عملا ما لم يتحقق فيه هذان الأمران، وكلا الأمرين مأخوذان من الحديث الأول والثاني، فالإخلاص وتصفية النية وإرادة وجه الله مأخوذ من حديث إنما الأعمال بالنيات، والمتابعة وإصابة السنة واقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ من حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
طالما وجدت العلماء يتكلمون على حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، ويتكلمون عن الإخلاص وأثره وخطر تركه وعظيم أثره على العبد، فهم يتكلمون أيضا على السنة واتباعها والتحذير من البدع والمحدثات والمخالفة لها من حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن حديث عظيم هو أصل من أصول الشريعة، ميزان للأعمال، أحد شرط قبول العمل عند الله عز وجل. لا يقبل الله من عبد عمله ما لم يتحقق فيه هذان الأمران، بمعنى أن النية وحدها لا تكفي، النية الصالحة وحدها ليست كافية لقبول العمل. بعض الناس إذا وقع في البدع والمحدثات قلت له يا أخي هذا خطأ هذا بدعة، قال يا أخي لكني أحب الله وأنا أجتهد في التقرب إلى الله. وهذا باب يا أحبة خفي على كثير من عامة المسلمين، يدخل عليهم الشيطان ويلبس عليهم البدع والمحدثات، بل ويحببها إليهم من الدخول عبر باب النيات. أحب الله فأنا أجتهد في الطاعة، أكثر في العبادة، أحب النبي عليه الصلاة والسلام فيزدادون غلوا فيه وتوسلا به ودعاء له، أتاهم من باب النية وهم مخلصون في هذا ولا شك، لا يفعلون هذا رياء ولا يفعلون هذا سمعة ولا يفعلون هذا لغرض من أغراض الدنيا. السؤال، هل صدق النية وحده كاف لقبول العمل عند الله؟ هذا الكلام. فإذا الشرط الثاني المكمل هو أن يفقه الناس هذا الحديث. تذكرون قصة ابن مسعود، وقد ذكرت ولكم غير ما مر، لما دخل رضي الله عنه مسجد الكوفة فوجدهم متحلقين حلقا حلقا يذكرون الله، على رأس كل حلقة قائد أو معلم أو كبير لهم، كلما نادى بذكر مثل التسبيح والتكبير جلسوا يسبحون ويذكرون عددا معينا ثم ينتقلون، هو الذكر الجماعي، وكانوا على حلق. فأسرع ابن مسعود لما سمع بشأنهم فدخل المسجد وغضب لما رأى ما رأى، فقال ما هذا، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه والله آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى، يعني ما زال موته قريبا، ثيابه باقية وآنيته باقية، موته كان قريبا جدا، هل وصل بكم السرعة في الهلاك الآن مباشرة بسنوات معدودات وصلتم إلى الهلاك؟ قال ما أسرع هلكتكم. تعجب الناس، قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. يتكلمون عن ماذا؟ يقول ما أردنا إلا الخير، يعني نريد أن نذكر الله وجالسين في بيت من بيوت الله. فقال عليه، فقال رضي الله عنه، فقال وكم من مريد للخير لم يصبه. ليست مجرد إرادة الخير توصلك إليه، قال كم من مريد للخير لم يصبه، بمجرد أنك تريد الخير هذا لا يوصلك إلى الخير. إذن تحتاج إلى أمرين، نية هي انطلاق وقاعدة تتحرك منها، وسنة هو طريق تمشي فيه. من كان عنده نية فقط وليس عنده طريق يا أخي سيأخذه الشيطان إلى جهنم مباشرة، إلى حفرة من حفر النار، إلى البدع والمحدثات والأهواء، وتراه مسكين منطلق والله تشفق على عامة كثير من المسلمين الواقعين في بدع ومحدثات، مساكين مجتهدون والله يؤدون أعمال وأوراد وعبادات وعندهم شيء عظيم قام في قلوبهم الرغبة ويرون أن هذا طريق يوصل إلى الجنة، والشيطان نجح لما أبعدهم عن طريق الجنة وجعلهم يشعرون أنهم يمشون إلى الجنة. النية وحدها لا تكفي، كم من مريد للخير لم يصبه، فتحتاج مع نية الخير طريق صحيح تمشي عليه هو طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعكس، من أراد السنة وتتبعها وفقد الإخلاص هو الآخر، هوى به الشيطان في حفرة ثانية، حريص على السنة يقيمها يعلنها يعلمها، لكنه باحث عن غرض من أغراض الدنيا، يريد سمعة ورياء، يريد حديثا حسنا على ألسنة الناس، يريد أن يقولوا عنه كذا وكذا وهو كذا، يريد أن يصبح محترما عالما كبيرا تقبل له الأيدي والأقدام والرؤوس ويقدمه الناس وسعى إلى حظ من حظوظ الدنيا، أو أراد شيئا من متع الحياة وزخرفها ومالها ومناصبها. وإن كان في طريق هو طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام في الظاهر، لكنه فقد حقيقة الإخلاص. نعود إلى الحديث لنقول هذا الحديث يصوب للعبد طريقه الذي يمشي به إلى الله، فنية صادقة صالحة في قلبه مع طريق صحيح يسلكه يتبع فيه أثر النبي عليه الصلاة والسلام.
نزل العلماء هذين الشرطين على عدد من الآيات، منها آخر الكهف في قوله عز اسمه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، قالوا هذا شرط متابعة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وسلوك السنة، لأنه لن يكون العمل صالحا إلا هكذا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا شرط النية والإخلاص فيها. وأخذوه أيضا في قوله سبحانه وتعالى في مطلع سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحياة هذه كلها اختبار من الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالأحسن عملا، وقد فسره الفضيل رحمه الله، قال: أصوبه وأخلصه. قال: لن يكون العمل مقبولا حتى يكون خالصا صوابا. فإذا أحسنكم عملا أكثركم إخلاصا واتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، من ها هنا تقررت هذه القاعدة لدى علماء الشريعة، أن الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم شرطان مهمان لقبول العمل عند الله، وبفقدهما أو بفقد واحد منهما يفسد العمل ولا ينفع صاحبه شيئا. عمل بلا إخلاص أو بإخلاص واجتهاد لكنه ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفع صاحبه، بل سيكون عليه وبالا ويزرا وإثما وخطيئة. هذا من ناحية المعنى الإجمالي للحديث، وسأتيكم إلى التفصيل. قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث، الفعل أحدث يفيد إخراج شيء جديد. أحدث يعني أتى بشيء من غير أن يكون موجودا قبل. والحدث يراد في الشريعة له معنيان: الأول الحدث ضد الطهارة، تقول هذه طهارة وضدها ذهب توضأ، يقول أنا على طهارة الآن، لكن خرج منه ريح بول غائط وسائر نواقض الطهارة، لن يكون على طهارة، سيكون محدثا، يقال فلان على حدث أو أحدث فلان، ماشي. والمعنى الثاني للحدث ما هو؟ المعنى الثاني للحدث والإحداث هو إحداث شيء في الدين، والخروج عن طريقه القويم، وابتداع شيء ما أنزل الله به من سلطان. السؤال: أي المعنيين أعظم وأشد وأكبر؟ الثاني. الأول خاص بباب الطهارة في الإسلام، وقد اختلف العلماء في تفسير بعض النصوص بناء على اختلاف معنى الحدث فيه. من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى، ما زالت الملائكة تصلي، عفوا ليس من صلى الصبح، من خرج من بيته، قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه لا يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. قال: فإذا صلى ما زالت الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال: ما لم يؤذي، ما لم يحدث. ما المقصود بالإحداث هنا؟ إذا انتقضت طهارته خسر الأجر. على كلا المعنيين فسره شراح الحديث، منهم من قال: نعم يشترط أن يبقى على طهارة بين الصلاة إلى الصلاة، لأنه قال ما لم يحدث. منهم من قال: لا، ليس هذا المقصود، المقصود ما لم يعمل شيئا محدثا، ما لم يخطئ، ما لم يبتدع في الدين. فأقصد الحدث يطلق في الشريعة على معنيين. هنا قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث، أبدا لا يراد به الحدث ضد الطهارة. ما الدليل؟ السياق: من أحدث في أمرنا، في أمرنا، فدل على أنه يراد به الدين وسماه بالأمر هنا. من أحدث في أمرنا، نا الدالة على الفاعلين تعود إلى من؟ أمر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين. وهل للمسلمين أمر يخصهم في الإسلام؟ يعني من أحدث في أمرنا، أمرنا نحن جماعة المسلمين. السؤال: هل لنا أمر نحن يخصنا، أو هو أمر الله وأمر رسوله؟ طيب، لكن انظر كيف نسب الدين إلى جماعة المسلمين. من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، في شريعتنا، ما ليس منه، يعني أتى بشيء جديد ليس من الإسلام، فهو رد. رد يرد ردا، رد هنا مصدر، رد الشيء يرده ردا. قال: فهو رد، هذا مصدر بمعنى المفعول، رد بمعنى مردود، فهو مردود عليه. يعني لا تتعب عبد الله ولا تجتهد،
ولماذا تصرف وقتا ومالا وطاقة ثم أنت تعمل عملا تظن أنك تجمع به حسنات عند الله وهو في الأخير مردود عليك، لا يقبله الله ولا ينظر إليه؟ هنا أقول والله يا إخوة، نشفق على إخوتنا المسلمين الذين يجتهدون مجتمعين في بدع ومحدثات، تراهم يجتمعون بالمئات والألوف في بعض المساجد يرقصون ويذكرون الله على أنهم يتقربون إلى الله، يصفقون ويطبلون يتمايلون ويقولون عبارات ليست ذكرا ولا عبادة مشروعة، يظن أنه يتقرب إلى الله بهذا، وربما فعلوا هذا في عرفات وسط عرفات يوم عرفة داخل المخيمات، وربما صاحب هذا رقص ومزمار وعزف يظنون أنهم يتقربون إلى الله. دعك من العاصي إذا فعل المعصية وهو يعلم أنها معصية، يشرب الخمر وهو يعلم أنها حرام، يتعامل بالربا وهو يعرف أنه حرام، يقع في الفواحش والآثام وهو يعلم أنه حرام، ذاك يفعل الفعل ويبحث عن التوبة، لكن هذا يفعل الفعل ويجلس يظن أنه هكذا وصل إلى الله وتقرب إلى الله، وهذا الخطر فيه. ولهذا فسر العلماء خطر الأعمال في الإسلام كالتالي: أولا الشرك، ثانيا البدعة، ثالثا المعصية. قالوا: فيجتهد الشيطان مع ابن آدم في الشرك، فإذا عجز ووجده مسلما فإنه ينقله إلى البدعة فهي أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية مهما فعل بتوبة واحدة يحرق ذنوبه كلها، وباستغفار يغفر الله له ذهب كل ذلك. لكن الذي يمكن أن يفوز به الشيطان من العبد المسلم فيجعله في حفرة لا يخرج منها هو البدعة، يقع في داخلها، هو ليس فقط يقيم عليها ولا يتوب، هو يجادلك ويظن أنك أنت الذي على الخطأ ولا يقبل أن تناقشه، ويراك أنت المسكين الذي ما وصلت إلى الطريق الصحيح إلى الآن. فإذا هي حفرة نجح في أن يوقعه داخلها وأن يبقى هكذا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث. إذن الإحداث هو الإتيان بشيء جديد في الدين. السؤال: هل هذا الحكم فهو رد مردود عليه خاص بأول من يبتدع البدعة أم بكل من يتبعه فيها ويعمل مثله؟ الحديث إيش يقول؟ من إيش أحدث. طيب، وإذا كان المسلم ليس هو الذي أحدث، اتبع غيره، ها؟ أحسن، فتأتينا الرواية الثانية، وهذا الفرق بينه وبين الأولى. الرواية الثانية ماذا تقول؟ من عمل، سواء هو الذي أحدثها أو كان يتبع غيره، وهذا أثر الفرق بين الروايتين. ولهذا أتى الإمام النووي بالروايتين كلتيهما، وكلتاهما في الصحيح. إذا من أحدث قد يفهم منها أن المقصود الذي ابتدع البدع، لكن يزول هذا الوهم بالرواية الثانية: من عمل، سواء كان هو الذي أحدثها أو تبع غيره فيها. هذا الحديث يذكرك تماما بحديث العرباض بن سارية رقم 28، تذكرونه؟ ما لفظه؟ أحسنت. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ها، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذه المحدثات هي الأمور التي أحدثها هؤلاء أرباب هذا الحديث: من أحدث، من عمل. قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا إفادة الحديث في الجملة. قال العلماء: الإحداث في الدين إما أن يكون في العبادة وإما أن يكون في المعاملة، يعني في عبادات أو في عقود ومعاملات، عبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج. السؤال طبعا لكل حكمه: ما حكم العبادة التي يقع فيها بدعة وزيادة إحداث في الدين؟ ما حكمها؟ عبادة باطلة، عبادة يزيد فيها العبد ببدعة ويحدث فيها شيئا ليس من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادته فاسدة أو صحيحة والزيادة باطلة؟ لا، الجواب أن تقول
العبادة التي تقع فيها البدعة على نوعين. نوع تكون الزيادة فيه مؤثرة على أصل العبادة، كمن زاد ركعة في الصلاة، هل تقول 4 ركعات مقبولة والخامسة باطلة أو الصلاة كلها باطلة؟ ممتاز. لكن من صام وزاد في صيامه، يعني يفترض أن يفطر المغرب لكنه واصل بالصيام إلى الليل إلى الصباح اليوم الثاني، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام، صومه صحيح وزيادته هذه باطلة ويأثم عليها، لكن الصوم لن ينقطع ولن يبطل صومه. إذن العبادات منها يعني توضأ إنسان بدل أن يغسل يديه ووجهه 3 3 غسله 5 5 7 7، هو مخطئ بالزيادة، وإذا ظن أنها عبادة فهو مبتدع ويأثم، لكن وضوءه بالثلاثة المرات التي غسل بها الوجه واليدين والرجلين وضوء صحيح، الزيادة هذه باطلة. إذن من الزيادة ما يفسد العبادة، ومن الزيادة ما لا يفسدها. هذا ما يتعلق بالعبادات. طيب، فماذا عن العقود والمعاملات؟ الجواب كذلك، فمنها ما هو باطل، يقولون مثل من غير حد الزنا وقال نستبدله بعقوبة مالية، وغير القصاص في القتل وقال نستبدله بسجن 20 سنة. هذا إحداث في الدين. الله يقول في القصاص كتب عليكم القصاص في القتلى، ويقول الزانية والزاني فاجلدوا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فرجموهما، فأرمى بالرجم الزانيين، ثم هذا يقول لا نريد جلدا ولا رجما ولا قتلا، لكن القاتل نسجنه 20 سنة، والزاني يدفع غرامة 10,000 دولار، والسارق مثلا نطلب منه يعمل في بعض، يعني نعطيه عقوبة مالية أو بدنية. هذا في المعاملات والعقود، هو أيضا من الإحداث في الدين واستبدال للشريعة، هذا أيضا باطل ومردود ولا يقبل ولا يحسب له. ومن العقود ما يقع فيه العقد صحيحا والزيادة عليه باطل وفاسدة، كما قلنا في المعاملات في العبادات. الذي ينبه عليه كثيرا يا أحبة هو البدع والمحدثات الواقعة في العبادات، فإنها بدع أكثر العوام في المسلمين، وكثيرا ما يشتغل الدعاة وطلاب العلم بالتنبيه على الناس في البدع والمحدثات المتعلقة بعباداتهم في الصلاة، في الوضوء، في قراءة القرآن، في الطواف، في السعي، في الحج، في العمرة، ينبه كثيرا على هذا المعنى. وكثير من الطلاب والدعاة يشتكون من مشكلة كبيرة، يقول الناس ما يقبلون، هم اعتادوا منذ سنين في الصلاة يفعلون كذا وكذا، وبعد الصلاة يفعلون كذا، ويوم الجمعة يفعلون كذا، وهذه بدع متعلقة بماذا؟ بالعبادات، بأصل العبادات. ويقول إذا جاءوا في الحج والعمرة عندهم عادات من قديم، يفعلون كذا في الطواف وكذا في السعي وكذا يوم عرفة، ويقول إذا نصحناهم وتكلمنا معهم يغضبون ويرفضون بشدة، فيقولون أنت جئت الآن تعلمنا الصلاة بعد 60 سنة، نحن نعرف الصلاة قبل أن تلدك أمك، صحيح؟ لست أنت الذي تعلمنا، والذي يتكلم معك آباؤك وأجدادك وأعمامك وأخوالك، تقول أنت الآن نبتت لحيتك منذ 2 سنين، الآن جئت تتكلم؟ أنت قبل 5 سنوات ما كنت تعرف المسجد، الآن بدأت تتوضأ وتصلي، ما أصبحت بالغا إلا قبل 6 سنوات، الآن أنت تعلمنا؟ هي مشكلة كبيرة. والسبب أن العبادات بالذات والبدع فيها كما قلت لك، الذي يقع فيها لا يرى نفسه مخطئا، افهم هذا جيدا، يرى نفسه أنه في صلب العبادة وأنه يتقرب إلى الله. تدري كم هي الصدمة لما تقول له هي أنت تمشي في طريق خطأ، الجنة هنا وأنت تمشي هناك، لن يقبل هذا أبدا. لكن هناك مداخل يحسن دخولنا على الناس من خلالها، خصوصا في بدع العبادات، وهو أن تفتح أبوابا قبل الدخول في هذه المواضيع، أبوابا يتفقون معك عليها تماما، وتبدأ من خلالها وتؤسس لهم خطوة خطوة. هم عوام، وأقصد بالعوام يا إخوة الذين لا يتخصصون في الشريعة، وليس بالعوام هنا الذي ما يقرأ ولا يكتب، ممكن يكون طبيب، ممكن يكون بروفيسور، ممكن يكون أستاذ اقتصاد وهندسة وطب، ممكن يكون سياسي كبير في البلد، عضو في البرلمان أو عضو في أو رئيس في الشرطة، لكن هو عامي بالنسبة إلى الشريعة وأحكام الإسلام. فهنا النصيحة يا إخوة، خصوصا في بدع العبادات، هو الدخول إلى الناس من بوابات هي منطلقات وأساس ما يختلف فيه معك أحد، وأعني بذلك الرجوع إلى الأصول والركائز، انطلق معهم من حب الله وتعظيم الله، هذا ما يخالفك فيه أحد.
وأسس هذا بقوة واشتغل على هذا فترة، انتقل إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يخالفك في هذا أحد؟ أبدا، كل المسلمين أهل السنة وأهل البدع ما يخالفون في هذا، حب النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته وتوقيره وإجلاله واحترامه وتعظيم سنته، وتأتي بالأدلة والنصوص، وتأتي بحكايات الصحابة وبقصص السلف وبأقوالهم وعباراتهم، ليعلموا تماما أنك تنطلق من باب أنت وإياهم فيه على سواء. إذا وصلت بهم مشوارا جيدا خلاص، وصل إلى مرحلة لو قلت له حبيبي وحبيبك صلى الله عليه وسلم فعل كذا وما فعل كذا، ماذا سيختار؟ خلاص سيختار طريق السنة. فرق بين هذا وبين أن تقوله من البداية اسمع هذا صواب وهذا خطأ، هذا سنة وهذا بدعة، هنا ستجد الحاجز، سيرفضون، والشيطان من ورائهم، هو يريد من يبقوا في هذه الحفرة ولا يخرجون. فكن أعقل من الشيطان وأذكى منه، هم في حفرة، لما تأتي من فوق الحفرة تقول هي أنتم تحت، الطريق هنا، ما يقبل منك أحد، أو تأتي وتحاول أن تخرجه من الحفرة بشدة وبأسلوب غليظ، سيقول لك إليك عني، توكل على الله، لست أنت الذي تعلمني اليوم. وبين أن تأتي بلطف فتنزل إليه وتأخذ بيده برفق وتخرجه قليلا قليلا، فإذا رفع نفسه وخرج وراء النور عرف أنت عن ماذا تتكلم، ودعه بنفسه يحس بما تريد أنت الوصول إليه. والله يا أخو وجدنا كثيرا حتى من المخالفين من أصحاب البدع، بمجرد أن يثق ويعلم أن في قلبك هذا المعنى الكبير، حب الله وتعظيم الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته ونشر سنته والحرص عليه، والله يقبلون وينقادون وعندهم استعداد يتنازلون. تبقى عندهم شبهات ممكن نناقشك فيها، فلماذا كذا وماذا وقالوا لنا كذا وأخبرونا، ستجد أحاديث موضوعة ستقول لهم هذا كذب غير صحيح، ستجد أحاديث ضعيفة تقول لهم هذا لا يصح، سيتعلمون منك كيف الطريق، ويأتوك بقصص وخرافات، لكن الولي فلان قال كذا، لكن الإمام فلان قال كذا، بعضها كذب وبعضها لا يصح وبعضها حكايات، تقول لهم يعني أقول لك قال الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت قد زرعت في قلبه إذا قلت قال الله يقف، وإذا قلت له فعل النبي عليه الصلاة والسلام يتأدب ويحترم، أنت زرعت هذا في قلبه. تقول له يا حبيبي الآن أقول لك الله يقول كذا والنبي عليه الصلاة والسلام يريد كذا ويأمر بكذا، وأنت تقول لي فلان وفلان، عرفت لماذا قال ابن عباس لما كان يتكلم عن متعة الحج فقيل له إن فلان ينهى عنه، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ابن عباس هنا ما كان شديدا ولا قاسيا ولا سيء الأدب مع أبي بكر وعمر، لكنه كان يتكلم مع طلابه وهم قد تربوا على هذا المعنى الكبير، وأنه إذا قلت لكم قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام يجب أن تقف أدبا واحتراما، وأن تخفض رأسك تعظيما وإجلالا وحبا وأدبا، وتستجيب، وعندئذ لا ميزان لأحد ولو كان أبا بكر وعمر. فهمت كيف؟ هذا معنى عبارتي، وأبدا ما يتعدى الأدب مع الصحابة الكبار ولا يسيء إليهم، ولا كان يسب ويشتم من يتكلم معه، لكنه وصل إلى مرحلة ممتازة وزرع في قلوب الناس ما هذا التعظيم الكبير للكتاب والسنة. يا إخوة هذا طريق كبير ومشوار طويل، كيف نعظم نصوص الشريعة في قلوب الناس؟ كيف ننجح إذا وصلنا إلى مرحلة أن القرآن والسنة إذا سمعت قال الله وقال رسوله ينبغي أن تترك يديك في كل شيء؟ كان عمر رضي الله عنه حديد الرأي، يعني رجل صلب وصعب ما تناقشه ولا يغير رأيه، لكنه كان وقافا عند القرآن. هذه عبارة والله عجيبة، يعني مع ما عرف عن عمر من الشدة والصلابة والقوة والشجاعة، والناس يخافون، يا أخي الشيطان يخاف، الناس ما تخاف، الشيطان يخاف من عمر، ومع ذلك فكان وقافا عند القرآن، إذا جاءت الآية خلاص وقف. طيب أين طبيعته وأين شخصيته؟ خلاص في أصل كبير زرعه في داخله، صدقوني هذا الطريق يختصر علينا مسافات كبيرة مع أهل القرية وأهل البلد وأهل المجتمع، وليس من الصواب. وأنا سأقول لكم بصراحة، أنت لو بلغت من العمر 50 سنة 60 سنة وترى نفسك على خير وعبادة وطاعة، ثم يأتي من أولادك وأولاد أولادك وأولاد أختك بعدما تصبح 60 سنة وقد شابت لحيتك، فيقول لك يا خالي يا جدي أنت في خطأ وبدعة وطريقك ضلال في ضلال، وأنت تمشي إلى جهنم وبئس المصير، والله ما تقبل، ما تقبل، ولو كنت حقا على ضلال وخطأ وبدعة ما تقبل. ففرق يا إخوة، يعني في إخراج الناس من الخطأ
نحتاج أن نكون حكماء، خصوصا وأن الخطأ الذي هم فيه ما يقعون فيه معتقدين أنه خطأ، هم يظنون أنهم على صواب ويظنون أنهم على طاعة وعبادة، فنأخذهم أخذا رفيقا. بل حتى العبادات، شيخنا أتكلم عن المحدثات الآن، حتى لو رأيت تارك الصلاة والمتساهل في صوم رمضان وقد نشأ تنشئة ما يقول الصلاة غير واجبة، لا لكن يعني صلي أو ما تصلي عنده سيان، فرق بين أن تقول له تارك الصلاة في النار وتارك الصلاة كافر، وأن تقول له هذا طريق يخرجك من الإسلام، وبين أن تقربه أولا حتى يعرف ما هو الإسلام الذي تقول له إن هذا خلاف الإسلام. هناك طرق يا أخوة نحتاج أن نأخذ الناس إليها ثم نؤسسهم على المعنى العظيم للشريعة وتعظيم العبادات وتعظيم السنة وعدم الإحداث في دين الله عز وجل. هذا الأصل الكبير، من أحدث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بنى عليه الفقهاء كثيرا من الأحكام في العقود، ما يصح منها وما لا يصح، وتجاءت هنا قواعد في الفقه وأصول الفقه، ما حكم النهي إذا جاء إلى العبادة أو إلى المعاملة، هل يفسدها أو لا يفسدها النهي؟ فمنهم من قال النهي عن العبادة أو المعاملة دائما يجعلها عبادة فاسدة وبيعا فاسدا أو نكاحا فاسدا، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن نكاح الشغار، ونهى عن النكاح بلا ولي، ونهى عن البيع بعد نداء الجمعة الثانية في القرآن، ونهى عن بيع النجش، ونهى عن الربا، ونهى عن الخداع، ونهى عن الغش. السؤال، لو وقع نكاح بلا ولي أو نكاح شغار أو وقع بيع بعد نداء الجمعة الثانية أو نقع بيع بالنجش أو وقع بيع على بيع أخيه، صورة من الصور التي جاء فيها النهي، السؤال هل هذا عقد صحيح وهو آثم أو هو عقد باطل ولا يصح ويفسد؟ لهم في هذا تفصيل ودقيق أخذوه من هذا الحديث. فإذا هذا الحديث باب كبير حتى من أبواب الفقه في الشريعة، هل النهي يقتضي الفساد؟ وهل إذا جاء النهي في نصوص الشريعة يجعل العبادة أو المعاملة فاسدة؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيدين، طب نذر إذا ولدت زوجته يصوم ولدت يوم العيد، نذر إن جاء غائبه أو حضر المسافر أن يصوم، إن تحقق له أم شيء أن يصوم، حصل وقوع نذره في يوم العيد يصوم أو لا يصوم؟ من هنا تكلم كيف تفعل، كيف نستطيع أن نخرج من هذا الإشكال وأن نفعل شيئا يخرجنا عن هذا القواعد الشرعية. فقرروا فيها قواعد، قالوا إذا توجه النهي إلى أصل الشيء عبادة أو معاملة فهو فاسد، وإذا توجه إلى وصفه اللازم أو شرطه فهو أيضا فاسد، وإذا توجه النهي إلى أمر خارج عنه فالعبادة أو المعاملة صحيحة مع الإثم. هذا التفريق خرجوا عليه فروعا كثيرة ومسائل شتى تختلف فيها حتى المذاهب، والقواعد هذه متقاربة بينهم، بنوها على هذه الأحاديث العظيمة في تأسيس وتأصيل مبدأ السنة والعناية بها. سأختم بتنبيهات. هذه القاعدة الكبيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي عليها أصحابه، لما قال الله للأمة كلها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله كان يخاطب أمة الإسلام، يا جماعة هذا محمد عليه الصلاة والسلام، امشوا خلفه خلاص. وتكرر هذا كثيرا في القرآن، اقتران طاعته بطاعة الله، تعليق تحقيق طاعة الله بتحقيق طاعة رسول عليه الصلاة والسلام. نصوص جاءت كثيرا، لكن هذا جاء الحديث ليضع حدا فاصلا، انتبه إن خرجت عن هذا الطريق فتوكل على الله، عبادتك وشأنك كله مردود عليك لا يقبله الله. هذا الحديث وضع حدا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحاب. هذا الذي أقول لكم، نحن نحتاج معشر الدعاء ألا نكون حكاما على الناس، بل نكون آخذين بأيديهم إلى السنة. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال من أحدث في أمرنا، من عمل عملا، هل كلما رأى بدعة وحدث وخطأ جلس يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ الجواب لا، كان يعلم صح، كان ينصح. هذا الذي نريد. رأى رجلا مسبرا إزارة فأتاه من خلفه قال ارفع إزارك، فما استجاب الرجل ولا فطن أن النبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب معتذرا عن أن إطالة إزاره ما قصد منه شيئا وأنه ما يفعله يريد شيئا معينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما لك في أسوة؟ قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان يقول له أما لك في أسوة، هذا اللي يقول نربط الناس
بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فإنها أعظم لقبولهم وطاعتهم وانقيادهم. فإذا ربطناهم بهذا الطريق نجحنا وتقدمنا كثيرا. وفي شأن عظيم كثير دائما كان النبي عليه الصلاة والسلام يربطهم بسنته. لما جاء الثلاثة فقال: يا رسول الله، أحد قال أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال أنا أنام وأقوم ولا أرقد. قال: أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فقالوا: إنك لست مثلنا يا رسول الله. وأخبروا بعملي فكأنهم تقالوا، قالوا: هذا رسول الله يختلف عنا. فجاء مرة أخرى يصح لهم الطريق: صحيح أنا نبي، لكن في هذا الباب أنتم مطلوب منكم أن تكونوا مثلي. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. تأسيس هذه المعاني يا شباب منهج دعوي كبير نحتاج أن نربي عليه الناس، وفي الوقت نفسه سيكون سدا حصينا وبابا مغلقا أمام كل من يريد أن يعبث بعبادات المجتمعات وإحداث البدع والمنكرات. سيكون عند الناس قاعدة كبيرة: ما لم يكن من هدي عليه الصلاة والسلام فأنا لا أدخل فيه ولا حاجة لي فيه، طريق السنة أكبر وأعظم وأجل. هذا ما يتعلق بهذين الحديثين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بهذا نكون أتممنا الحديث عن هذا الحديث الخامس وما يتعلق به من مسائل تهمنا، وسيكون إن شاء الله تعالى مجلسنا القادم هو انطلاقا في الدرس الجديد الذي تحدثت معكم فيه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد.